ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من الناشط الحقوقي السيد علي القيسي من برلين. مرحبا بك معنا سيد علي. أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك أهلا الله بكم. فيك. لعلك تابعت البيان المشترك لسفراء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في بغداد، وما قالته من أن على الحكومة أن تحمي المواطنين وتمنع الحشد من الوجود قرب التظاهرات، وليس العكس، ليس أن تغطي هذه الأجهزة الأمنية الحكومية تلك المجازر. هل يعد ذلك اتهاما مباشرا وصريحا لميليشيا الحشد بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين؟ الحقيقة أن هذا الاتهام أو التصريح جاء متأخرا، هو لا شك أنه يعد اتهام يعني مباشر، لكنه جاء متأخرا، والمطلوب من هذه الدول وهي عضو فاعل في التحالف الدولي ضد داعش أن تتخذ إجراءات رسمية. نحن أمام حالة في العراق لا تقل خطورة عن داعش، يعني داعش كانت مسمى ومنظمة إرهابية واحدة، لكن الآن نحن أمام أكثر من 30 إلى 40 منظمة إرهابية باعتراف هذه الدول وباعتراف أمريكا وباعتراف كثير من دول التحالف الدولي. العراق الآن بحاجة إلى تحالف دولي على غرار التحالف الذي شكل ضد داعش لتخليص العراق من ما يجري الآن من كوارث وعمليات قتل وإبادة ثبتت يعني المقاطع المصورة والوثائق والإفادات اللي نوثقها والشهادات أن ما يجري الآن لا يقل إجراما وخطورة عن ما جرى في على يد داعش. نعم. طيب، عندما ننظر أيضا أستاذ علي إلى العديد من الدول الأوروبية وأمريكا إضافة إلى التحالف الدولي، كلها دانت مجزرة مرآب السلك قبل يومين، ودانت العنف المستخدم بشكل عام ضد المتظاهرين في العراق. هل يمكننا اعتبار هذه الإدانات نقلة نوعية في تعاطي المجتمع الدولي مع التظاهرات والثورة في العراق؟ لا شك هي يعني نقلة نوعية ومتغيرة، ونحن سمعنا تصريحات، يعني السفير الكندي صرح تصريح، أنا لا أعتقد بأنه منذ 2003 حتى اليوم سمعنا سفير يقول هذا الكلام، وخاصة من الدول الغربية والأوروبية. ما يجري الآن حقيقة هو يعني هناك عملية سحب اعتراف من هذه الدول من الحكومة، ما تسمى الحكومة العراقية، وحتى العملية السياسية. الآن هذه الدول بدأت تدرك وتلمس ما كنا نقوله لها ولبرلماناتها ولمنظماتها. كنا نلتقي بتلك المنظمات وأعضاء برلمان من تلك الدول ونشرح لهم هذا الأمر. أحيانا كانوا يقولون أن هذا الأمر الكلام مبالغ فيه، وأحيانا كانوا يقولون نعم ويسكتون. أما الآن فقد أصبح واضحا بأنه هذا الذي يجري في العراق هو عملية رهيبة وخطيرة لا تقل خطورة عن داعش، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ يعني يتحمل مسؤولية اتجاه هذا الأمر. ولا حل في العراق إلا بإعادة العراق تحت البند السابع وتحت إشراف أممي لبناء مؤسسات دولة عراقية حقيقية لا يشترك فيها كل هؤلاء الذين أتوا على ظهور الدبابات الأمريكية بمباركة الاحتلال الإيراني. لا شك أن هناك جهود للمنظمات الإنسانية والحقوقية تجاه ما جرى أوصلتنا إلى هذا الموقف. إلى أي مدى يمكن أن تشكل هذه الإدانات قاعدة بالنسبة لكم كحقوقيين ومؤسسات حقوق إنسان للانطلاق لمقاضاة ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين في العراق؟ لا شك هذه التصريحات التي تصدر الآن من سفراء دول ووزارات وبرلمانات دولية يعني مفيدة لنا جداً، ونحن في يعني في منهمكين ليل نهار بعملية رصد وتوثيق وأسماء لدينا الآن يعني للمتظاهرين والناشطين في العراق، يعني وضعوا أمام أنظارهم أهمية هذا الأمر. الآن يتم عملية رصد وتوثيق وتصوير وجمع إفادات، وليعلم الذين يلغون بدم الشعب العراقي الآن ويقتلونهم أن لا يضيع حق وراءه مطالب، وسوف تطالهم يد العدالة آجلا أم عاجلا. نعم. ما مسؤولية الحكومة عما جرى من انتهاكات وقتل ضد المتظاهرين السلميين في العراق؟ يعني وكأن الحكومة تقف موقف المتفرج كما يقول مراقبون. إطلاقا، لا لدينا وثائق وأدلة وإفادات وشهود تثبت بأن هناك غرفة عمليات
غرفة عمليات مشتركة معنية بالتظاهرات في كل محافظات العراق، تشترك بها أجهزة، كل أجهزة الدولة الأمنية العسكرية والأمنية والاستخبارية والمخابراتية، بوجود الحرس الثوري الإيراني ومخابرات ما واستخبارات ما يسمى بالحشد وممثلي الميليشيات. هذا الذي يجري. كل جريمة الآن ترتكب في العراق، أول من يتحمل مسؤوليتها ما تسمى الحكومة العراقية، ممثلة بأجهزتها ومؤسسات التي يعني تسمى زورا مؤسسات. الحكومة العراقية ضالعة في هذا الأمر، وأصبحت الآن عارية أمام المجتمع الدولي. الحقيقة الحكومة العراقية، الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 حتى اليوم، كانت مهمتها هو توفير غطاء وستر لجرائم الميليشيات، وحقيقة أن العراق تحكم الميليشيات. نعم. هذا الآن انتهى نهائيا، ولن يعد أحد يصدق الحكومة العراقية. الميليشيات أستاذ علي، في الحديث عن العقوبات الأمريكية المتخذة ضد قادة الميليشيات، هل تعتقدون أنها كافية لردع هذا العنف ورفع يد الميليشيات عن الشعب العراقي؟ هي خطوة على يعني خطوة واحدة على الطريق الصحيح، لكن متى ما وجدنا أن هذه الأسماء يعني تتوسع، و يعني من غير المعقول أننا يعني يعاقب أو يتابع هنا من يتهم بالفساد وقتل الشعب العراقي ويترك أسماء كبيرة مثل نور المالكي وغيرها من المجرمين. هذه بداية، يعني بداية على طريق الألف ميل. نتمنى أنها تزيد وتتطور وتصل إلى مطالبة بحالتهم إلى محكمة العدل الدولية. نعم، طالما نتحدث عن الميليشيات، يبدو أن الميليشيات هي التي كما هو واضح تتصدر المشهد، مشهد العدوان على المتظاهرين ومحاولة فض هذه التظاهرات وهذه الثورة التي يعد استمرارها إحراجا لفشلهم في العملية السياسية. والمشكلة أنها تستخدم العنف المفرط ضد المتظاهرين. ما خطورة هذه الميليشيات على المجتمع العراقي، ومتى يمكن أن يتخلص منها المجتمع؟ خطورة هذه الميليشيات الآن على المجتمع العراقي أنها حسب المعلومات الواردة إلينا من الأخوة المعارضة الإيرانية في الأحواز وفي كردستان إيران، تؤكد بأن هذه الميليشيات تطبق فتوى أصدرها خامنئي، تعتبر كل من يخرج يتظاهر ضد ولاية الفقيه محارب لله ورسوله، وبذلك يوجب عليه القتل. ولذلك هذه الميليشيات الآن تريد، يعني وهي الآن بالفعل تطبق هذه الفتوى الإيرانية. هذه الميليشيات الآن أصبحت عارية أمام المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي لم يعد خافي عليه حقيقة هذا الأمر، والأيام القادمة سوف تشهد مزيد من المسميات في قوائم الإرهاب أو في قوائم المنع وغيرها. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من برلين عبر سكايب السيد علي القيسي الناشط الحقوقي.